أنا ريهام عياد، مذيعة برنامج القصة وما فيها، بس في مصر. أول زيارة ليا الجزائر، والحقيقة سعيدة جدا أن أنا موجودة النهاردة في الجزائر. عندي جمهور كبير جدا من الجزائر، وسعيدة أن أنا أخيرا جيت، يعني لأن هم كان من سنين يعني يقولوا لي لازم تيجي لازم تيجي، فأخيرا لبيت الدعوة يعني، وسعيدة جدا بالإنفيتيشن جدا. لا مشتاقة جدا أن أنا أشوف الجزائر، وأنا عاملة حلقة قوية عن جميلة أبو حردي يعني، فأنا جاية بقى النهاردة أتفرج. أخيرا أنا لبيت الدعوة وجيت الجزائر. أتمنى طبعا أن أنا أشوفكم كلكم، وسعيدة جدا أن أنا في بلدي التانية الجزائر، ودي حاجة جميلة جدا أن أنا أكون موجودة في مهرجان كبير زي ده. الجزائر حقيقة أنا اتفاجئت بيها أنها بلد جميلة جدا، وأنا شايفة أنها بلد سياحية من الدرجة الأولى، وشايفة أنه ده الوقت الصح أنكم تستغلوا ده وتبتدوا تفتحوا البلد كتير للسياحة، لأنه إحنا كمان عايزين نجرب معاكم الحاجات الحلوة دي. عجبني قوي الكسكس، عايزة أقول هاخد معايا حبة، وعايزة أقول حاجة للناس معش كل ما فيش حد بيتكلم عنها. أشهر تمر في العالم وأطيب تمر في الحياة كلها في كلها كلها دجلة نور، موجود بس في الجزائر. أنا ببعت أجيبه من سنين عشان يجي لي مصر، بعشقه من أول ما حطيت رجلي في الجزائر. قلت لهم مش هنزل من الطيارة لما يجي لي دجلة نور، طلعت رأيته في الأوضة وقلت لهم عايزة وأنا ماشية. أحلى وأطيب تمر، يمكن دي حاجة ما حدش بيقولها، لكن أنا اكسكلوسيف عشانكم. فالشيخة خديجة المغربية دي مش جاية من فراغ، ده علم يتوارثه الأجيال، والمغرب فيها نوع سياحة مش موجود في أي دولة، سياحة السحر. يعني في واحد ممكن يروح المغرب مخصوص عشان يعمل لك سحر، لأن السحر المغربي فعلا من أقوى أنواع السحر، لأنه جمع سحر كل الديانات وكل المدارس السحرية، يهود، قبالة، أمازيغ، أفارقة، كله مش سايبين. ولما جم ينظفوا المقابر في الدار البيضاء لقوا أغرب الأعمال، أجزاء مقطوعة من أطفال، شعر ستات، صور ناس عليها طلاسم، وكميات قطط مدبوحة ومحطوطة مع الأعمال، وأكتر الأعمال كانت لناس مش مغاربة أصلا. والمفاجأة اللي فجرها الباحث المغربي خالد التوزاني، إن بيوت الصحراء واللي غالبا بتبقى مستخبية في الريف، اليوم المقدس بتاعهم يوم 27 رمضان، يوم ليلة القدر، وده اليوم اللي بيعملوا فيه أبشع الطقوس السفلية، طقوس تعبد للشيطان، وبيذبحوا القطط والكلاب وكمان الأطفال عشان يجددوا عهدهم مع الجن، ودي حاجة هبقى فهمها لكم في الآخر. ولما اليهود راحوا على أوروبا أخدوا سحر. وسعت منك قوي يا رهاب. لا وسعت 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 قوي بالجامد، وما قدرتيش ان انت تلميها. وسعت قوي في الكلام. البلد المتصدر حفظة القرآن تقريبا كل عام، صاحب أبشع وأقبح وأشنع أنواع السحر والشعوذة في العالم، البلد الأصيل والمتمسك بالعادات والتقاليد، الذي ما زاره عربي ولا أمازيغي ولا أجنبي إلا خرج قائلا كلمة واحدة: هذا بلد طيب وشعب كريم. يكون في هذه الأشياء التي تم ذكرها. وسعت بالجامد يا ريهام، وهذا الأمر غير مقبول تماما، لأن السحر شيء مذموم وشيء مكروه بشهادة رب العالمين في كتابه الكريم: ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى بالذمة. وهنا مربط الفرس ونتكلم بالعقل. يا ريهام، هل ترين أن المغاربة مش فالحين؟ الناس اللي عمالين كل يوم وكل دقيقة نطلع نتكلم عنهم متباهين ومفتخرين بما يفعلونه وبما يشرفوننا به من خلال صنيعهم هذا كل يوم إنجازات في مختلف المجالات. المغرب بلد مسلم عربي فاضل خير، حتى بقسمي عرب وإخوان الأمازيغ كذلك، والأمازيغ لهم تاريخ عظيم في نصرة الإسلام وحمايته، وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن المغرب كله خير، وأنا أعرف فيها مجموعة من خيرة العلماء الصالحين.
الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. معروف إن هناك أشياء تحدث ونقول عنها من سخرية القدر، وهناك أشياء أخرى تحدث ونقول من غباء البشر. لكن أن تجتمع سخرية البشر، سخرية القدر وغباء البشر في تصرف واحد، هي دي الأزمة الحقيقية. امرأة مصرية تدعى ريهام عياد، ترددت ان انا اتكلم عن الموضوع ده لانه اقل من ان احنا نتكلم فيه، لكن يبدو ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه يعني، فكان لابد ان احنا نعلق عليه ونشوف هذه المرأة يعني ايه اللي وراها. يعني هذه امرأة فاضية ما عندهاش حاجة تعملها، فلم تجد امامها الا السوشيال ميديا عشان تخرج وتتكلم من خلالها، وهي بتحكي حواديت قبل النوم، حاجات حصلت من 50 و60 و70 سنة كده، لكن لها مستمعين ولها مشاهدين عادي جدا. يعني في ناس تهوى هذه الحواديت الغير مجدية يعني. طيب هذه المرأة ليس لديها خلفية لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا أي شيء، مفيش خلفية هي واقفة عليها يعني. يعني من الآخر هي سبوبة لأكل العيش عادي. قول يا ستي، أطلقت على نفسها إعلامية وهي لا تنتمي لها لنقابة صحفيين مصريين ولا نقابة إعلاميين مصريين، يعني حاجة كده، هي يوتيوبرز وفقط يعني، يعني حاجة كده لأكل العيش، الله يرزقها عادي. وقعت في خية الكراغلة أحفاد فرنسا وتركيا ووجهوا لها دعوة فراحت، ويبدو أنها كانت أول مرة تسافر ما شافتش أي حاجة في الدنيا يعني، دي كانت أول سفرية في حياتها تقريبا، فراحت شافت القوة الضاربة في عمق البطيخة، قرر الكوكب الزفت اللي باب على دماغهم جاتهم القرف عرفونا. فطبعا هم لما هياخدوها يزوروها هينقلها افضل ما عندهم يعني عشان تتكلم، ويبدو انها او ما قيل يعني انها قفشت مبلغ محترم. يلا الصحة والراحة. هنزل لكم اللي اتقال عنها يعني، انا مش بألف ولا بقذفها ولا بسبها، ده انا بوضح الامور يعني. قفشت مبلغ محترم، قالوا انه 10,000 دولار تقريبا، وهم دي سياستهم، سياسة الكراغلة يعني، شراء الزمم وال كلها عارفين يعني. وبدأت تتكلم وهي هناك في دولة الجزائر، بدأت تتكلم عن جمال الجزائر والسياحة في الجزائر ومش عارف ايه في الجزائر، ودجلة نور اللي بتروي بمياه الصرف الصحي، وكل دول اوروبا رفضته، التمر القرقوبي ده الجزائري اللي كل دول اوروبا رفضاه، دجلة نور بيروي بمياه الصرف الصحي، وهي كانت ما شاء الله بالصحة والراحة يعني كده، فبلانه والشفاء يعني، انت كلتي منه كولي كمان، كولي دجلة نور. فهي مش عارفة حاجة يعني، هي وقعت فريسة للكراغلة، وده مخطط مخابرات عبيط يعني، مخطط اهبل كالعادة يعني، هم من امتى فالحين في حاجة يعني، ده مخطط مخابرات، يجيبوا الرموز اللي معروفة على السوشيال ميديا وادفع وقول كذا، فخلاص ما بقت مسألة عادية يعني ومعروفة يعني. طب يعني كنت تهدي على نفسك شوية يعني لما رجعت من هناك، وقعدت طبعا تمدحي وتتكلمي على الكسكس الجزائري، وقلت لا انت عارفة كسكس ولا عارفة جزائري ولا عارفة ايه، كسكس مغربي من اصل مغربي من اصل يعني، مش محتاجة كلام، انت مش فاهمة حاجة، فانت روحتي زي ما قالوا لك قلتي، زي ما عرفوكي عملتي، زي ما وجهوكي كنت ما شاء الله يعني السمع والطاعة. طيب
مجرد ما رجعت من هناك بقول لكم مخطط عبيط كده يعني، كانت تمنيل عليهم على ايام، والله مخطط اهبل يعني. ما هم ما يا جماعه الناس دي ما بتفكرش، الناس دي رفع عنهم القلم يعني، هبل في هبل في هبل، هبل في الجبل يعني، يعني حاجه كده تقرف الكلب الحزين يعني. هي رجعت من هنا وطبعا بقيت المخطط اتهمت المملكه المغربيه الشريفه بانها دوله السحر والشعوذه ومش عارف ايه، واللي عايز يعمل اعمال لحد يروح المغرب الشريف، واللي عايز مش عارف ايه يروح المغرب الشريف، وكازابلانكا وليله الاسراء والمعراج، ويعني قعدت تعك في حق المغاربه بلا وعي وبلا ادراك وبلا فهم وبلا اي حاجه، بتحلل بالارشينات، بتحلل بالارشينات. طبعا الشعب المغربي له حق يغضب وله حق يزعل، واذا كلنا قدمنا له اعتذارات مش هتكفي، لكن لابد من اظهار الحقيقه. اولها ان هذه المدعوه ريهام عياد لا تنتمي للنظام المصري في شيء سوى انها مواطنه مصريه تمثل نفسها، لا تمثل الشعب المصري ولا تمثل النظام المصري، دي واحده على الله، على الله حكايتها. بتقدم عندها قناه على اليوتيوب وشغاله على التيك توك ومش عارف ايه وسائل التواصل، بتقدم برنامج اسمه قصه وما فيها، بتسترسل، هي معروفه عنها انها مطلقه وعندها بنات وبتربي البنات، لكن تسمح لنفسها ان تستخدم كاداه لمهاجمه شعب شقيق؟ هنا لازم نقف. كل اعتذارات الدنيا لا تكفي للشعب المغربي، ولا بد ان تحاسب هذه المرة. واقول لكم على حاجه، لن تجرؤ انها تجيب سيره المغرب تاني وبدون تفسير ولا توضيح. الكل قال ان تم القبض عليها، والكل قال ان مش عارف ايه وحاجات كده غريبه. انا واثق تمام الثقه انها لن تجرؤ عن الحديث عن المغرب الشريف ولا الشعب المغربي تاني، وانا بقولها لكم واسمعوها وفوتوها، بس ده اللي هيحصل، وبدون الخوض في تفاصيل. لما هي اللي عارفه ان دويله الجزائر هي اساس السحر، وان كتاب شمس المعارف للبوني هو جزائري وتم وضعه في عنابه، وان احنا نقعد نتكلم كتير ليه؟ اقول لكم على حاجه، انا هقول لها كلمه واحده، اللي مش قد الخطوه ما يخطيهاش، واذا كان انضحك عليكي من الكراغله احفاد فرنسا وتركيا فده مش هيغفر لك حاجه عند الشعب المغربي الطيب ولا عند المصريين، لان مصر والمغرب كده نظاما وشعبا. فللاسف انت دخلت في حته مش بتاعتك، ومش هقول لك راجعي نفسك لانك مش محتاجه تراجعي نفسك، الموضوع انقفل وانت فاهمه انا بتكلم الكلام ده ليه، لكن انا ههديكي وههدي كل اللي بيشوفني كام حته فيديو كده في الاخر عشان نعرف مين المشعوذ ومين الساحر ومين الملعون. هل هو المغرب الشريف ولا دويلة الجزائر البائسة الجائعة؟ يلا نشوف الفيديوهات، ومش هقول لكم هرجع تاني بقى. اشوفكم على خير، كل التحية والتقدير والاحترام لكم، طبتم اينما كنتم وطابت اوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش ابدا من عادهما ولا خانهما، وهفضل اقول الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وموتوا بغيظكم ايها القراقبة الملاعين احفاد فرنسا وتركيا. تعالوا شوفوا الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاجنا القديم الذي كان عليه سلفنا، ما نصدقه بالكامل ولا نكذبه بالكامل، منه صحيح
ومن المفاسد. لكن كثير من الناس يتشككون في هذا، يقول لك انا يسوي لك علام على اسمك وسمك، وش في هذا يسوي لك على اسمك وسمك؟ ايش فيها؟ شيء منع، فيها شيء ضرر. يكتب لك حروف مقطعه بحجاب مثلا، وش فيها؟ هذه اسرار. وش فيها؟ على طبيب يختص لك خطوط ما تفهم وش فيها، مش صيدليه واعطيك الدواء وتاكله، على ما تسول ربما خدعك. يعني صارت من الثقة بالكافرين وما جاء من الكافرين، وكل مبادئ المسلمين صارت تشكك فيها. هذه أصالتنا كلنا، كما هم يعتزون بمبادئهم نحن نعتز بمبادئنا. تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الاسم والعلوان. مرحبا بكم خوتي. الجزائر عندنا في كل بلدية طبيب شرعي واحد، بصح عندنا 6 ولا 7 تاع الشوافات والقزانات والقزانين. الناس في الجزائر غنوا على السحور، يديروا سحور، يقولوا بلي حرام بصح يروحوا عند الشوافات، يقولوا بلي ما عندهمش دراهم بصح يلقوا دراهم ويروحوا يخلصوا القزانين والقزانات ويديروا فيهم الثقة ويحكوا لهم الأسرار تاعهم ويخلوهم يبروفيتوا فيهم. بختم، السحر هي واحدة من الكبائر، إن الله يغفر كل شيء إلا الشرك. واحدة من أساليب الشرك في الإسلام هو أن تلجأ إلى الشوافات والقزانين والقزانات. سؤال هو، لماذا هذا الشعب الرائع الجميل إخواني وأخواتاتي الجزائريات، لماذا ما زالوا عاطين فرصة الناس كما هادو يبروفيتوا فيهم؟ بما أنك تؤمن بالله وتؤمن بالدعاء وتؤمن بالقضاء والقدر، علاش تخلوا ناس كما هادو يبروفيتوا فيكم؟ السلطات الجزائرية صباح الخير، وراكم واحد باش يخدم طبيب يقرا ويتعب ويدير ستاج ويفوت ليزيكزاما ويستنى الترخيص إلى غير ذلك، واحد اللي يشوف ولا قزان تخلوه يخدم من داره يبروفيتي في الناس وما ديروا له والو؟ هذا سؤال يبقى مطروح وخارج طبعا موضوع الدين. أيضا فكرة أنه الناس كما هادو يبروفيتوا فيكم سي غاف.